أعلنت شركة فيفو رسميا عن سلسلة هواتفها T2 5G والتي تضم جهازين وهما فيفو T2X 5G وفيفو 2T 5G. دعونا نطلعكم على أبرز المواصفات التي جاءت في الهاتفين. مراجعة سريعة. سنبدأ مع نسخة 2T 5G. فالهاتف جاء من الخلف والحواف مصنوعا من البلاستيك، والشاشة الأمامية تغطي 84% من واجهة الهاتف مع وجود نوتش على شكل قطرة ماء لكاميرا السيلفي، وفي الخلف نرى كاميرتين أساسيتين على شكل دوائر منفصلة، وفي الجانب الأيمن نرى أزرار التحكم بالصوت بالإضافة إلى زر الطاقة. وزن الهاتف 172 جرام، ما يعطي المستخدم أكثر سلاسة في التحكم بيد واحدة. الشاشة من نوع أموليد بحجم 6.38 إنش بدقة Full HD Plus بمعدل تحديث يصل حتى 90 هيرتز. يعمل الهاتف بمعالج سناب دراجون 695 8 نواة بدقة تصنيع 6 نانومتر من شركة كوالكوم، وهذا خبر جيد لمحبي الألعاب. وستوفر الهاتف بنسختين من الرام وهما 6 أو 8 جيجا بايت مع 128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين لكل نسخة. والخبر الجيد أنه يدعم ذاكرة تخزين خارجية مايكرو اس دي تصل حتى 1 تيرا بايت. الكاميرا الخلفية مزدوجة العدسة الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة 1.8، والثانية عدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة 2.0. أما الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4. البطارية جاءت بحجم 4500 ملي أمبير مع قوة شحن كبيرة 44 واط في الساعة، وغير قابلة للإزالة أو التغيير. الهاتف سيأتي بنظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة تشغيل فان تاتش أو إس 13 ويدعم شريحتي اتصال. ولكن الخبر السيء أن مستشعر بصمة الإصبع سيأتي مدمجا مع الشاشة، وكنا نتمنى أن يأتي مدمجا مع زر الطاقة على جانب الهاتف لسهولة الاستخدام. وسيأتي الهاتف بمدخل سماعات الرأس 3.5 ملم ويدعم شريحتي اتصال. تم توفير الهاتف في السوق الهندي كما أعلنت الشركة في 18 من إبريل بلونين وهما الأخضر المتدرج والأسود بسعر 210 يورو أي ما يعادل 230 دولارا. أما النسخة الثانية من السلسلة فهو T2X 5G والذي أتى مشابها مع أخيه من حيث التصنيع وبعض المواصفات، ولكن هناك بعض الاختلافات سنذكرها لكم. الشاشة جاءت من نوع LCD بحجم 6.58 إنش بدقة Full HD Plus بمعدل تحديث يصل إلى 90 هيرتز. المعالج جاء من نوع MediaTek DimensiTi 6020 8 نواة مع 3 نسخ من ذاكرة الرام وهي 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت و128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين لكل نسخة. الكاميرا الخلفية جاءت ثنائية العدسة، الأولى جاءت بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة 1.8، والثانية عدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4. أما الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة 2.0. رابعا البطارية جاءت بحجم 5000 ملي أمبير قابلة للإزالة وقوة الشحن 18 واط، ومستشعر البصمة مدمج مع زر الطاقة على جانب الهاتف، وهذا خبر جيد. وستوفر الهاتف بثلاثة ألوان وهي الذهبي والأزرق والأسود اللامع بسعر 150 يورو أي ما يعادل 163 دولاراً.